الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 43 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، وما زلنا نتحدث في أحداث يوم القيامة، وقد وصلنا إلى الحديث عن الجنة والنار، وهما آخر مراحل حياة الإنسان، وعندهما يضع الإنسان عصا التسيار، نعم، ويستقر إما إلى النهاية الأولى أو النهاية الثانية. ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله أن نعيم الجنة وعذاب النار نعيم متعلق بالجسد، أو عذاب يتناول الجسد، وليس نعيم الجنة نعيما روحانيا منفصلا عن الجسد، كما أن عذاب النار أيضا ليس عذابا روحانيا منفصلا عن الجسد. وذكرنا دلائل ذلك من الأوصاف التي يصف الله عز وجل بها في القرآن كلا من النار والجنة. قلنا الأوصاف التي يذكرها الله عز وجل للجنة لا يمكن أن تصلح إلا للجسد، كذلكم الأوصاف التي يصف الله عز وجل بها عذاب النار لا يمكن إلا أن تكون متعلقة بالجسد. والحكمة من ذلك أن يبين الله عز وجل لنا أن الجسد هو الذي يتلقى ما يتلقاه من النعيم إن كان صاحبه من أهل النعيم، أو يتلقى ما يتلقاه من العذاب إن كان صاحبه من أهل العذاب. ذكرنا ذلك، وأظن أننا أيضا أوضحنا شيئا آخر. هنالك من يتصور أن كلمة الجنة في القرآن تعني غابات، يعني أشجار كثيرة وكثيفة تسري فيما بينها أنهار، وهذا هو المراد بالجنة فقط. ومن الذين يتصورون ذلك الذين يعني يستخفون بحديث القرآن ويستهزئون بما يقوله الله عز وجل عن الجنة. وقد أوضحنا أيضا أن كلمة الجنة عنوان على عالم فيه كل ما تشتهيه الأنفس، وفيه كل ما تلذ للأعين، ما يلذ للأعين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عالم فيه، كما قال الله تعالى الباري سبحانه وتعالى وصف نعيم الجنة في أوصاف كثيرة، لكنه قال في أواخر سورة القاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن الجنة ليس عبارة عن يعني
عالم بسيط عبارة عن مجموعة أشجار، نعم، والناس يجوبون فيما بين هذه الأشجار، لا. وقلنا تساءلنا، طيب لماذا سمى الله ذلك العالم الذي فيه كل أصناف المشتهيات، لماذا سماه باسم نوع من أنواع المشتهيات وهو الجنة؟ والجنة اسم للبساتين التي تقاربت أشجارها. قلنا هذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، وشرحنا هذا الكلام وأفضنا فيه. المهم أن نتذكر ما قلناه عن حديثنا عن الجنة والنار في درسين سابقين. الآن نتابع الحديث عن ذلك. من الصفات التي أكدها الله عز وجل للنعيم الذي يتلقاه الذين سبقت لهم الحسنى من الله عز وجل، والعذاب الذي يتلقاه الذين شقوا كما قال الله عز وجل، يصف الله كل منهما بالخلود. كلمة الخلود تعني في اللغة العربية الأبدية، الاستمرار الذي لا نهاية له. قد يتوهم البعض أن المراد بالخلود المعنى العرفي، يعني أن أهل الجنة يمد الله لهم في حياتهم فيعيشون أمدا طويلا طويلا جدا، لكن أخيرا ينتهون ويفنون. كذلك أهل النار، ربما خطر في بال البعض هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أكد أن المراد بالخلود الأبدية. ولذلك كثيرا ما يقول خالدين فيها أبدا، لكي لا تتوهم هذا الوهم، ولكي لا يخطر في بالك أنه الخلود العرفي الذي يعني يذكره بعض الناس في حياتنا اليوم، نعم فلان مثلا خالد، نعم هو رئيسنا المخلد، هو كذا، يعني هذا كلام عرفي. لا، المراد بالخلود الذي ذكره الله عز وجل للجنة وأهلها الخلود الحقيقي، أي الاستمرار الذي لا نهاية له. كذلكم بالنسبة لأهل النار، المراد به الاستمرار الذي لا نهاية له. الآيات التي يتحدث فيها الله عز وجل عن خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار عشرات الآيات، كثيرة جدا. منها على سبيل المثال قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، ثم أكد فقال: لا يبغون عنها حولا. تحدث أيضا عن الجاحدين فقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نعم، بل زاد فقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نعم، إذن لا يمكن للإنسان أن يتأول هذه الآيات الصريحة القاطعة بالتخليد المجازي أو الأبدية المجازية، لا. ومن تصور خلاف ذلك فقد جحد بهذه الآيات الصريحة الواضحة. بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد لنا الأمر إيضاحا وتأكيدا، فقال فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار
جيء بالموت فجعل بين أهل الجنة والنار، يعني جيء به على صفة شيء حي كبش مثلا. نعم. ثم يذبح الموت، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هل بعد هذا الكلام الذي يبين فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بمعنى الخلود، إن بالنسبة لأهل النار وإن بالنسبة لأهل الجنة، هل بعد هذا يوجد مجال للتأويل؟ هنالك أيها الإخوة بعض الناس، وربما كان هذا البعض الذي أتحدث عنه يعني لهم مظهر ديني، أو ربما كان لهم مظهر من يعني العلم، يقول قائلهم: لا، رحمة بالنسبة للجنة نعم يقرون بالخلود الأبدي، لكن ربما قال قائلهم: الباري عز وجل أرحم من أن يبقي أهل النار هكذا خالدين مخلدين باقين في العذاب دون تحول ودون انتهاء ودون موت. لا، الباري أرحم من ذلك. طيب، ما الصورة التي تتصورونها إذن عن العذاب الذي ذكره الله عز وجل وقيده بالخلود؟ يقولون: لا، هذا يعني معنى ذلك أن أهل النار يعذبون أمدا طويلا جدا، ثم إنه يأتي عهد تبرد فيه اللظى وتخمد فيه النيران وتصفق الريح بأبواب النار وينتهون ويموتون. هل هذا الكلام مقبول؟ قبل كل شيء فيه سوء أدب مع ربنا، يعني نحن نحكم بحكم فضولي لم يذكره الله عز وجل ونحيله إلى الله ونستنطقه بهذا الذي نقول. العظيم، ماذا أقول؟ في سوء أدب كبير. ربي ما قال هذا الكلام، قال: لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. طيب، ثم آتي فأقول: لا 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 لا، الباري عز وجل أرحم من ذلك، لا بد أن يأتي عهد على النار تخمد فيه هذه النيران وإلى آخره. طيب، هل من الأدب أن تحكم على الله بشيء هو لم يقله لك؟ أقل المراتب تسكت وتحيل هذا الأمر إلى رب العالمين، تقول: ربنا هكذا قال في قرآنه، ونحن لا نضع في اعتبارنا ولا في معتقدنا إلا هذا الذي أخبرنا به الله عز وجل، ويوم القيامة يظهر كل شيء على حقيقته. أقل المراتب، الأدب مع الله يقتضي ذلك. فلا يجوز أبدا أن نسيء الأدب مع الله عز وجل. نعم، مثل يعني نماذج كثيرة توجد من هذا القبيل، يعني أن نخوض في أمر أغلق الله عز وجل علينا نافذة الحديث فيه. الباري عز وجل لم يحدثنا عن عالم وجد فوق هذه الأرض قبل هذه الخليقة، قبل سيدنا آدم وسلالته. طيب، ما حدثنا.
نغمض العين ونقول كان هنالك خلائق أخرى وعاشوا وإلى آخره. هذا أمر غيبي أولا، وليس من الأمور الخاضعة للنظر للحس. والأمور الغيبية تذكرون منهج المعرفة لها ما هو؟ أن نتلقى الخبر عنها من علام الغيوب. طيب علام الغيوب ما قالنا يا أخي، حدثنا عن تاريخ الأرض منذ أن خلق آدم وأسدل سترا على ما قبل ذلك، أن آتي فأخترق هذا الستر، قول كان هكذا وكان في عالم وكان إلى آخره. أيضا هذا فيه قدر كبير من سوء الأدب مع الله. إذا قال لنا قائد نعم ماذا كان قبل خلق آدم، نمسك ونقول إن علام الغيوب لم يخبرنا، وأنا لا أستطيع أن أسوق عقلي لأخترق ذلك العالم القديم 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 ثم آتيك بقرار. هذا عبارة عن دخول في مجهلة لم يعطينا الله سبحانه وتعالى وسائل علمية للحكم فيها نهائيا. طيب. إذن نؤمن بما قاله الله عز وجل. قد يقول فينا قائل الآن، طيب أليس الله عز وجل عادلا؟ كما نعرف من صفات الله عز وجل، قال طبعا الله عادل ولا يظلم ربك أحدا. يقول حسنا، هؤلاء الذين ماتوا على جحودهم، الواحد منهم لنفرض أنه عاش 100 سنة، يا سيدي عاش 200 سنة، فليعذب القدر الذي عاشه كافرا جاحدا في دنيا. لكن قارن بين العمر الذي عاشه وهو 100 عام أو لنقل 200 عام وبين الخلود الدائم، أليس هذا لون من ألوان الظلم؟ ربما قال فينا قائل هذا، وربما كان هذا هو السبب في أن بعض من يظهرون بمظهر العلم يفرون من هذا الإشكال إلى هذا القرار، أنه لا في يوم تخمد فيه النيران وإلى آخره. لا، ربنا لا يظلم أحد وقراره عز وجل عدل. هذا الإنسان الذي عاش 100 سنة أو يزيد كافرا جاحدا مستكبرا على الله، وكفره ليس عن جهل، عن استكبار. لو قال له قائل لو عشت 200 سنة أخريين كيف؟ يقول سأكون على ما أنا عليه، هذا قراري. طيب لو عشت 1000 سنة يا أخي؟ يقول سأزداد يقينا بما أنا عليه. واضح؟ وإنما الأعمال بالنيات. إذن هذا الإنسان عازم على أن يبقى على جحوده واستكباره على الحق مهما عاش من الزمن. من أجل هذا يعاقبه الله عز وجل على هذا الذي قصد. وأذكر أنني في سفرة من السفرات كنت في الطائرة إلى بلد أوروبي، لاحظت أن في الطائرة إنسان هو من أهل هذه البلدة لكن الرجل ملحد ويتباهى بإلحاده، ويعني اقتضى الأمر أن أسلم عليه. سلمت عليه، وكان من حولنا نعم سلة من الإخوة أثناء السفر، فيعني أحببت أن يعني أحسن الظن، وقلت للإخوة الموجودين، قلت أنا ظني أن هذا الأخ سيهديه الله عز وجل عما قريب ولسوف يعود إلى حظيرة الإيمان.
فاستشاط غيظا وغضب وقال هذا قراري وأنا لست تائها ولست جاهلا، نعم، وقراري هذا هو الذي اتخذه ولن أحيد عنه. صدق الله القائل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا هو الجواب. نعم، كذلك هم أهل الجنة، نفس الكلام يقال عن أهل الجنة. رجل عاش 100 سنة لكن الله يكرمه بالنعيم الأبدي. لكن تصور لو أن رجلا قال أنا يعني صبرت على تمسك بأوامر الله والانتهاء عما نهى عنه 100 سنة ممكن، لكن والله أنا لو أعلم أنني سأعيش 200 سنة لن أصبر، ما راح أصبر على هالالتزام هذا 200 سنة. 100 سنة كتر خيري وصبرت، لكن لو بدي أعيش أكثر ما راح أقدر، ضايم. بدي الباري عز وجل بماذا يحكم عليه؟ بالكفر. لو واحد قال أنا نعم لو عشت 500 سنة بتم ملتزم، 1000 سنة كمان بتم ملتزم، لكن إذا بعد 1000 سنة والله لا صوم 1000 سنة عن المشتهيات وعن الرغائب، لا والله ما بقدر. الباري عز وجل يكون قراره في حقه أنه من الآن قد كفر. واضح؟ لابد أن يضع هذا الإنسان نصب عينيه أنه سيبقى ملتزما بأوامر الله سعيدا باحتضان هذا الدين مهما عاش ومهما كتب الله عز وجل له من العمر، سيزداد تمسكا بهذا الدين وسيزداد سعادة به. ولذلك الباري عز وجل يكرمه بالنعيم الأبدي. هذا هو الجواب أيها الإخوة. ونسأل الله عز وجل أن لا يدخل الشيطان زيغا إلى قلوبنا أو إلى عقولنا. بقي أن نجيب عن إشكال آخر في الناس، من قد يقولون ألم تذكر وأنت تتحدث عن صفات الله عز وجل أن الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في صفاته؟ قلنا بلى، يعني أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه نعم قديم لا أول له. نعم، ذكرنا صفات السلبية، نعم، الوجود والوحدانية والقدم والبقاء. قدم ماذا يعني القدم؟ يعني لا أول له، بقاء لا نهاية له. طيب يا أخي، إذا كان أهل الجنة سيخلدون خلودا أبديا أبديا بدون نهاية، فقد اشتركوا مع الله عز وجل في صفة من أخص صفاته، ألا وهي صفة البقاء. وهذا يتنافى مع ما عرفناه من أن الله واحد في ذاته، أي لا يشترك معه أحد في ألوهيته، وواحد في صفاته أي لا يشترك معه أحد في صفة من صفاته. ما الجواب عن هذا؟ الجواب أظن أننا بمناسبة ما ذكرناه. صحيح الباري يكرم أهل الجنة يوم القيامة بالخلود، لكن خلود أهل الجنة خلود ذاتي بقدرة منهم أم بتخليد الله؟ بتخليد الله عز وجل. إذن صفة الخلود التي يتمتعون بها ليست نابعة من ذاتهم، وإنما هي آتية ممن خلدهم. أمر ينبغي أن يضعه الإنسان في اعتباره، لا بالنسبة للخلود بل بالنسبة لكل صفة. هذا القدرة ممكن كمان يعني معترض يعترض يقول طيب الله عز وجل من صفاته القدرة، ونحن نقول أنا قادر وأنت قادر. قدرتك آتية لحظة فلحظة من متعك بها.
بينما قدرة الله من ذاته. واضح كيف؟ وأذكر أنني ذكرت لكم مثالا على هذا. إنسان له طفل صغير دون السن الواحدة، يعني دون 12 شهرا من عمره، لم يتم السنة الأولى من عمره بعد، هل يستطيع أن يقف على قدميه؟ لا يستطيع. لكن أمسكه والده من عضديه، أمسكه هكذا وإذا به واقف على قدميه. طالما كان يدا والديه ممسكتين بعضديه سيظل واقفا. لكن هل هذا الطفل يوصف بأنه يتصف مع أبيه بصفة الوقوف؟ لا. وقوف الوالد وقوف ذاتي، وقوف الولد بإيقاف والده له. ونحن لا تنسى عم نحكي كلام نسبي، يعني الأب بالنسبة لابنه بنقال أنه شكل ذاتي، لكنك إذا لاحظت الأب بالنسبة للخالق عز وجل، كمان الخالق كمان الأب، وقوفه بإيقاف الله سبحانه وتعالى إياه، بحيث لو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عنك فأنت لا شيء، لو تخلى الله عنك فأنت لا شيء. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني هذا النظام القائم المستمر في الأفلاك وفي السماوات وفي الأرض إنما قام لحظة فلحظة فلحظة بإقامة الله عز وجل إياه على هذه الحال. فلو تخلى الله عز وجل عن هذا كل شيء ينتهي. ألا كل شيء ما خلى الله باطل. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ما قاله لبيد هذا الكلام، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. لا، يعني ليس معنى هذا الكلام أنه ما في بالكون غير الله، لا، الكون موجود، المكونات موجودة، لكن قيام هذه المكونات أداؤها لوظائفها إنما ذلك كله بالله عز وجل. نعم. انظروا أيها الإخوة، في بالقرآن آية بتنبهنا إلى الجواب عن هذا الإشكال الذي قد يستشكله أحدنا، أنه كيف يوم القيامة الناس يصبحون متصفين بصفات الخالق لكان، ألا وهو الخلود في الجنة والنار. ماذا قال الله عز وجل؟ يقول هذا في آخر سورة هود، يقسم الناس يوم القيامة إلى ناس شقوا وإلى أناس سعدوا. يقول عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لاحظوا هذا الكلام، إن ربك فعال لما يريد. ثم تحدث عن أهل الجنة فقال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوف. هي كلمة إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء، ما هو الدور الذي يلعبه هذا الاستثناء؟ الجواب عن هذا السؤال، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. خطر في بالك الإشكال، قال إلا ما شاء ربك، وأتم بده به يفنيهن مو بشكل ذاتي، لكنه قرر أن لا يفنيهم، فبقاؤهم بإبقاء الله عز وجل إياه، وفي اللحظة التي يشاء أن يفنيهم فيها يصبحون عدما وأثرا بعد عين. ما يقال عن أهل الجنة يقال أيضا عن أهل النار. هذه الحقيقة هي الجواب عن هذا الإشكال الوارد. ثم
موضوع الخلود وما يمكن أن يتخيله البعض من أنه خلود الكافر على طول على طول على طول يتعذب، الجواب عنه عرفته. شيء آخر، العبد ينبغي أن يكون موقفه من الله عز وجل موقف الخانع الخاضع الراضي بحكم الله عز وجل. لو فرضنا أن لم نجب بهذا الجواب، طيب، الله عز وجل هو خالق كل شيء وهو مالك كل شيء، والمالك يتصرف بملكه كما يشاء، نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. السؤال غلط، يعني كون واحد يجي يتهم رب العالمين بالظلم، شو عم يسوي؟ عم يقيس الباري على العباد، يعني هو بدون ما يحس عم يتخيل رب العالمين شي ملك من الملوك، شي رئيس من الرؤساء، وبيعمل هالعمل. لا يا أخي، هذا ظلم. طبعا الملك ولو أصبح ملكا، الرئيس ولو امتلك ناصية الدولة اللي هو فيها، يظل بشرا، يظل عبدا مثلك. لذلك هو خاضع للقوانين والأنظمة التي أرساها رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن رب العالمين لا يتصور في حقه الظلم بشكل من الأشكال. وقبل أن ننتقل إلى الموضوع الآخر وهو موضوع الردة، هذا موضوع مهم جدا، كيف يمكن أن يرتد الإنسان وما هي أسباب الردة؟ نعم، قبل ذلك أذكركم بأن نعيم الجنة يتلخص فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها كمان كما قال الله: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لكن ما هو ألذ ما يشتهيه الإنسان في الجنة؟ ما هو يعني أشد ما يشتاق إليه الإنسان في الجنة؟ لا ريب إطلاقا في أن أشد ما يشتاق إليه الإنسان وأشد وأعلى نعيم يتمتع به الإنسان هو رؤية المولى عز وجل، لا شك في هذا ولا ريب. سبب أن هذا الإنسان عاش في دنيا يتلقى رسائل الحب والنعم من الله عز وجل وهو لا يرى، عاش في دنيا وهو يناجي الله في الأسحار في البكور في الآصال في السجود وهو لا يرى، عاش في هذه الحياة الدنيا يتقلب بنعمه، حياتك كلياتها من أول إلى آخرها بالله، نعم، من فرقك إلى قدمك عبارة عن نعم وألطاف آتية إليك من عند الله عز وجل. حماية الباري لك لا أستطيع أن أصفها بحماية الأم الرؤوم التي تسهر على رعاية طفل، شتان شتان وشتان. وأنت طبعا نتحدث عن من كان يعرف الله في دار الدنيا ويناجيه، طيب يوم القيامة الحجاب يرتفع، أشد ما يشتاق إليه الإنسان أن يرى خالقه الذي كان يعبده، أن يرى مولاه الذي كانت تفد إليه رسائل الحب منه، أن يرى هذا الإله الذي صاغ الجمال في أشكال وألوان شتى تبهر الأعين وتبهر الآذان، نعم، يشوفه، نعم. ولذلك لا يهنأ له بال ولا يطيب له عجز حتى يرى هذا الذي يمتعه بهذا كله، نعم.
ولذلك الباري عز وجل قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما المزيد؟ رؤية الله، رؤية الباري سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظرة تأتي من نظر العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بالمقابل سؤال ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فهذا شيء لا شك فيه ولا ريب. والمعتزلة في يوم من الأيام تاهوا، لكن عاد من عاد منهم إلى صراط القويم، وعاد منهم من عاد واستغفر من استغفر. قالوا الزمخشري هو كان في صدر أيامه معتزليا ولكنه رجع. قالوا أنه الإنسان ما يمكن أن يشوف ربه، لأنه العين يشترط في المنظور العين أن يكون محصورا في زاوية النظر، في خطين بيطلعوا من العين زاوية منفرجة، فالمنظور شو بده يكون؟ محصور. شو على الكلام هذا؟ هذا بالنسبة لعينيك في دار الدنيا، قانون النظر في دار الدنيا. من قال إن قانون النظر سيكون هو هذا القانون يوم القيامة؟ إذا كان القانون الجسد هو هو لكان خلال لحظة بدوب الإنسان بالنار، بدوب. لكن الله عز وجل يخلق الإنسان خلقا جديدا يهيئه للمتع التي نعم وعده بها، يهيئه للنعيم. هنالك أنواع من النعيم لا يتأتى للإنسان أن يتمتع بها، لأن قدراته الجسدية غير مهيئة لذلك. فالباري سبحانه وتعالى يهيئه لأن يكرمه بعينين غير هاتين العينين، يستطيع أن يرى بهما الله بدون كيف، بدون كيف. وأظن أنني ذكرت لكم أن الإمام الشافعي جاءه استفتاء يقول هل يرى العبد المؤمن ربه يوم القيامة؟ فكتب على الرقى نعم، واستدل بهذا الكلام. لما حجب الله عز وجل عنه قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. فقال له الإمام المزني أظن وهو واحد من أصحابه أتجزم بذلك يا سيدي؟ قال والذي نفس محمد بن إدريس بيده لو لم أوقن أنني سأرى الله في العقبة ما عبدته في الدنيا. أنا شو بدي الجنة إذا بدي الجنة وما أشوفه؟ ما نعم، هذه هي الحقيقة. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بجنته وأن يتوج نعيمنا برؤيته. نعم، وإن شاء الله ربي عز وجل يستجيب دعاءنا ويحقق رجاءنا، وما ذلك على الله بعزيز. بقي بحثان اثنان في خاتمة دروسنا هذه. البحث الأول عن الردة، ما هي أسباب الردة وما هي ضوابطها؟ البحث الثاني عنوانه لا حاكمية إلا لله. كل ما درسناه من أمور العقيدة مقصود منها أن نعلم أننا في عالم وليه هو الله، مدير شؤونه هو الله، إذن الحاكمية فيه لله عز وجل. فنبدأ أولا بموضوع الرد. نحن تحدثنا عندما تكلمنا عن معنى الإسلام قلنا له أركان خمسة، ليس كذلك؟ والإيمان له هو الأخرى أركان خمسة. باختصار نستطيع أن نقول هذه الأركان الإسلام، أركان الإسلام هذه بوجودها يتكامل الإسلام يوجد، وبوجود أركان الإيمان يوجد الإيمان. فإن غاب ركن من أركان الإسلام
فقد الإسلام كله. وإن غاب ركن من أركان الإيمان غاب الإيمان كله. أي باختصار، فإن ولد الإنسان وهو لا يؤمن بركن من أركان الإسلام، أو لا يؤمن بركن من أركان الإيمان، أو لا يؤمن ربما بكل هذه الأركان، فاسمه كافر أصلي، كافر يعني من الأصل كافر. أما إذا كان هذا الإنسان نشأ مؤمنا بأركان الإسلام، مؤمنا بأركان الإيمان وملحقاتهما، نعم، ثم إنه بعد ذلك كفر بركن من أركان الإسلام أو كفر بركن من أركان الإيمان، ففي هذه الحالة يسمى مرتدا. كلاهما كافر، لكن أحدهما كافر من الأصل والآخر كافر مرتد، يعني كان مسلما ثم رجع عن الإسلام إلى الكفر. نحن لا نتكلم الآن عن الكافر الأصلي، في ناس مولودين من أبوين غير مؤمنين ويعيشان يعيشون كما كان آباؤهم وأمهاتهم، لا نتحدث عنهم، وإنما نتحدث عن الردة التي يخوض اليوم في الحديث عنها كثير من الناس، ويقعون في أنواع من التطرف من الإفراط والتفريط. ولذلك ينبغي أن نعلم ضوابط الردة بشكل دقيق حتى لا نقع لا في إفراط ولا في تفريط. عندنا ميزان ذو كفتين، يضبط هذا الميزان قواعد الردة. إحدى هاتين الكفتين أو أحد هذين المحورين هو قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الكفة الأولى من الميزان، لا هي واضحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أما ما دون الشرك يعني المعاصي مهما كبرت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لكن لمن يشاء، ما بنعرف الشرك ما هو، لون من ألوان الكفر، وهو أن يؤمن بوجود الله لكن يؤمن أن معه آلهة أخرى، هذا كفر. وفي حكم الشرك وأخطر من الشرك أن لا يؤمن بوجود الإله نهائيا، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، نعم لا يؤمن بوجود الله، هذا من باب أولى. إذا المشرك المؤمن بالله لكنه يعتقد أن مع الله إلها آخر يكون مرتدا أو كافرا، فما بالك بمن يؤمن بأن الله لا غير موجود. كف الثاني اللي تعدل هي، هي أنه لا يجوز للإنسان أن يحكم على إنسان آخر إلا بما ظهر منه، فلا يجوز أن نحكم على سرائر الناس نهائيا. لا الرسول يستطيع أن يحكم على سرائر الناس، ولا ولي من الأولياء ولا صحابي ولا أحد في الكون. نحن في دار الدنيا كلفنا بأن لا نحكم على الآخرين إلا بناء على الظواهر التي تتبدى لنا منهم، لا سلبا ولا إيجابا. من خلال هذين المحورين أو هاتين القاعدتين تستبين لنا قواعد الردة التي سنخوض فيها. يعني لو أن إنسانا فاحت منه رائحة النفاق، يصلي ويحضر دروس ويروح الحج لكن واضح أنه منافق، هل يجوز لنا أن نحكم عليه بالكفر؟ لا يجوز. كيف نعامله على أنه مسلم؟ طيب دلائل الكفر واضحة يا أخي، مثلا دلائل خفية، نعم،
والإنسان له في رأسه لا شك. لم يعطنا الله الحق في أن نستعمل فراستنا هذه في الأحكام على الناس. حتى الرسل والأنبياء، وأنتم تعلمون أن عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين، أليس كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه منافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامله؟ على أنه مسلم، نعم، ولا يملك أن يعامله إلا على هذا المنوال، نعم. ولذلك عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم ذلك. سيدنا عمر لما رأى رسول الله يريد أن يصلي عليه همس في أذنه، عم يذكره أنه هذا هيك عم العمل معك. إيذاء عبد الله بن أبي بن سلول للرسول من حيث النوعية إيذاء ما لقيه رسول الله من المشركين من أهل مكة، لكن النبي ما رد عليه ودنا. مرة أخرى سيدنا عمر يعني لما التفت إلى رسول الله وقال خلي عني يا عمر، خيرني الله واخترت، يعني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنت حر، طيب أنا بدي صلي عليه. هو كان يملك حتى ولو ما كفروا أنه ما يصلي عليه، ضروري نصلي على كل واحد؟ لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عامله على أنه مسلم طوال حياته كلها. إذن لا يجوز لنا مهما تبدت لنا دلائل لكن لم تصل إلى درجة اليقين القطعي الذي سماه رسول الله الكفر البواح، لا ننسب هذا الإنسان إلى كفر ولا إلى ردة قط. إذن هما قاعدتان نحفظهما، الأولى الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك ما دون ذلك لمن يشاء. طيب هذا الذي أشرك أو هذا الذي ألحد أو هذا الذي أنكر ما أنكره من أركان الإسلام أو الإيمان، متى نستطيع أن نحكم عليه بذلك؟ إذا تجلت هذه العقيدة نابعة من قلبه إلى لسانه، عندئذ نستطيع أن نحكم عليه بأنه ارتد. طيب من هذا المنطلق أسباب الردة ما هي؟ هي إما أن تكون أقوالا أو أفعالا أو مظاهر من الاستخفافات والهزء، ثلاث أنواع: أقوال، أفعال، استخفاف واستهزاء وما إلى ذلك. استخفاف ينبئ عن شيء، استهزاء ينبئ عن شيء، وهذا الكلام سنتحدث فيه إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نملك إيماننا بوحدانيتك، ونملك ذل عبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله
بما يرضيك يا رب العالمين. يا رب اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل يا رب حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا أن تكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وأن تحبب إلينا لقاءك، وأن تملأ أفئدتنا شوقا إلى رؤيتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.